كود البقالي يقدم شرح دروس تعليم السياقة مع أستاذ البقالي. لا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم إن شاء الله في الدرس من دروس تعليم السياقة كود البقالي غادي نتعرفوا على المخالفات القانونية مدونة السير، وهذه المخالفات متعلقة بسلوك السائق، يعني مخالفات متعلقة بسلوك السائق. مخالفات متعلقة بسلوك السائق 8 المخالفات، 4 المخالفات منها درجة الثانية، و3 المخالفات منها درجة الثالثة، ومخالفة واحدة درجة الأولى. مخالفة رقم 1، حمل أو استعمال الهاتف أثناء السياقة. درجة المخالفة الثانية، الغرامة المالية من 500 إلى 1000 درهم، والنقاط المخصومة وهي نقطة واحدة، وإلا عودناها في قلب الإنسان قد ضعف. المخالفة الثانية، عدم استعمال حزام السلامة من طرف السائق. درجة المخالفة الدرجة الثانية، الغرامة المالية من 500 درهم إلى 1000 درهم، النقاط المخصومة وهي نقطة واحدة، وإلا عودناها في قلب الإنسان كما قلنا راها قد ضعف. المخالفة الثالثة، عدم استعمال حزام السلامة من طرف الراكب. مخالفة درجتها الثانية، الغرامة المالية من 500 درهم إلى 1000 درهم، والنقاط المخصومة فهي 0 نقطة، وإلا عودناها في قلب الإنسان كما قلنا راها كتضاعف. المخالفة الرابعة، نقل الأطفال تقل أعمارهم على 10 سنوات في المقاعد الأمامية. درجة المخالفة الثانية، الغرامة المالية من 500 إلى 1000 درهم، والنقاط المخصومة وهي نقطة واحدة، يعني هادو 4 المخالفات الدرجة الثانية. دابا غندخلو المخالفات وحدين اخرين. مخالفة رقم 5، مضايقة اثناء السير، مناورة تعرقل السير. مخالفة الدرجة الثالثة، الغرامة المالية من 300 ل 600 درهم، والنقاط المخصومة هي 0 نقطة، وإلا عاودناها في قلب من سالة راها كتضاعف. المخالفة رقم 6، قطع الطريق على موكب عسكري أو جنازة أثناء سيرهما. مخالفة درجتها الثالثة، الغرامة المالية من 300 إلى 600 درهم، والنقاط المخصومة هي 0 نقطة، وإلا عاودناها في قلب من سنة كتضاعف. المخالفة رقم 7، تنافس على السرعة بدون ترخيص أو سياقة بشكل يفزع الناس. مخالفة درجتها الثالثة، الغرامة المالية من 300 إلى 600 درهم، والنقاط المخصومة 0 نقطة، ولا عاودناها في قلب الإنسان كتضاعف. والآن مع المخالفة الوحيدة من الدرجة الأولى في سلوك السائق، وهي المخالفة رقم 8، عدم خضوع للفحص الطبي الإجباري. درجة المخالفة الدرجة الأولى، الغرامة المالية من 700 إلى 1400 درهم، والنقاط المخصومة فهي 0 نقطة، ولا عاودناها كذلك كتضاعف. ونتمنى الدرس باش ينال الإعجاب ديالكم، وإلى درس قادم وبالنجاح وبالتوفيق للجميع. مع تحيات كود البقالي.